يستمر جيش الاحتلال التركي بإرسال التعزيزات العسكرية ومعدات جديدة إلى وحداته المنتشرة على الحدود مع الأراضي السورية. في خطوة متوقعة جاءت بعد تزايد الاتهامات لرئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان بخيانة إدلب والفصائل الإرهابية المسلحة، وبما يشكل تحديا لروسيا وسط ما يقال إنها خلافات بين الطرفين على نقاط معينة شمال سوريا. جيش الاحتلال التركي يواصل إرسال تعزيزات لوجستية وعسكرية إضافية إلى وحداته العاملة على الحدود مع سوريا، إذ أرسل 15 شاحنة عسكرية محملة بمتاريس إسمنتية إلى قضاء ريحانلي بولاية هاتاي. بدوره قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 200 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت إلى محافظتي حلب وإدلب السوريتين منذ الصباح. ووصف المرصد هذه التعزيزات بأنها أضخم تعزيزات تستخدمها القوات التركية إلى المنطقة، وذكر أن معلومات تتردد عن احتمال إعلان أوتوستراد حلب اللاذقية منطقة عسكرية من قبل جيش الاحتلال التركي، في خطوة تؤكد بأنه تصعيد تركي كبير مع الروس. تبقى التحديات المباشرة التي تواجهها تركيا بسبب دور روسيا في العملية العسكرية التي تحصل في إدلب، خصوصا أن القوات الجوية الروسية تشارك بشكل مباشر في استهداف مواقع الفصائل المسلحة الإرهابية الموالية لأنقرة. أردوغان يحاول عدم ربط روسيا بشكل مباشر بالأعمال العسكرية الأخيرة، ويكرر في مناسبات عدة أنه يعول على نظيره الروسي فلاديمير بوتين لحل المشكلات على الأرض، إلا أن هذا الموقف تغير وبشكل مفاجئ يوم الأربعاء الفائت. وقال رئيس النظام التركي للصحفيين في إشارة إلى اتفاق وقف التصعيد إن روسيا وللأسف لم تلتزم بأسيتانا أو سوتشي، لم يعد هنالك عملية أسيتانا، فقدنا صبرنا في إدلب، إن لم تتوقف روسيا عن استهداف إدلب سنتخذ الخطوات اللازمة على حد وصفه. ولا بد من الإشارة إلى ما صرح به وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف من جانبه، حيث حمل جبهة النصرة مسؤولية تصعيد في إدلب، فيما أكد بيان للخارجية التزام موسكو بتنفيذ جميع التفاهمات بشأن سوريا بشكل دقيق، وخاصة فيما يتعلق بإطار أسيتانا ومذكرة سوتشي. وللحديث عن آخر التطورات في إدلب يسعدني أن أرحب بضيوف المحور. معي من إدلب الأستاذ عبد الكريم العمر ناشط سياسي، ومن دمشق الأستاذ سلمان شبيب رئيس حزب سوريا أولا. ضيفي الكرام أهلا ومرحبا بكما على شاشة قناة اليوم. لو أبدأ من عند حضرتك أستاذ عبد الكريم، الآن لو سألتك بعنوان موضوع حلقتنا لليلة، إدلب بين بارود الميدان وتهديدات أردوغان، إلى أين يمضي المشهد أستاذ عبد الكريم؟ يبدو أن هناك تغييرات جديدة تحصل أو تطرأ في وضع إدلب، خاصة مع دخول أرتال تركية كثيرة إلى المنطقة، تفوزها في سراقب يعني المعلومات وسراقب أن هناك قوات تركية في آخر نقطة داخل المدينة، عدد من المدرعات، كذلك النقطة التركية التي أقيمت جنوب سراقب، أيضا النقطة التركية التي أقيمت شمال سراقب. المعلومات التي وردت منذ أقل من ساعة عن أن تركيا تريد عن طريق حلب دمشق منطقة عسكرية، طبعا من سراقب إلى حلب منطقة عسكرية، يبدو أن هناك ترتيب جديد تحصل أستاذ عبد الكريم على وضع هذه. نعم أنا آسف لمقاطعتك، ولكن هناك مشكلة في آلية اتصال أو تواصل من خلال الاتصال بحضرتك، سأعود إليك ريثما تكون جاهز. ضيفي من دمشق أستاذ سلمان، مساء الخير. مساء الخير، سعد مساكم، مساء الخير لكم ولمشاهديكم الأعزاء. أهلا وسهلا بحضرتك. لو سألتك في نفس السياق والجزئية، ماذا تفهم وتقرأ من إرسال تركيا لتعزيزات عسكرية ضخمة إلى الشمال السوري وبالتحديد وعلى وجه الخصوص إدلب؟ هذا يأتي ضمن التصعيد التركي المتواصل والمتتالي منذ عدة أيام، منذ بداية العملية العسكرية التي يقوم بها الجيش السوري لتنفيذ التفاهمات التي تنصل منها أردوغان. التفاهمات مع روسيا، تركيا أبلغت خلال زيارة الرئيس بوتين إلى أنقرة وقبل وقف إطلاق النار الذي أعلن، أبلغت بأن هذا الوقف هو الفرصة الأخيرة لتركيا لتنفيذ التفاهمات وفتح الطرق الدولية.
حلب، حماة، حلب اللاذقية، فتح الطرق الدولية يجب كان أن ينفذ قبل عام وأربعة أشهر. عام وأربعة أشهر وتركيا تماطل وتترسل من تنفيذ التفاهمات التي وافقت عليها وتعهدت فيها. واليوم الجيش السوري يقوم بتنفيذ هذه التفاهمات بعملية عسكرية، وهذه العملية كانت متوقعة بعد التنصر التركي الجديد. الآن أردوغان يحاول التصعيد سياسيا وعسكريا على الأرض، وبالأمس زج بكل قطعانه الإرهابية أقوى. طيب أستاذ سلمان، تركستاني لمحاولة إيقاف هذه العملية، هو يصعد سياسيا يصعد عسكريا، يحاول ابتزاز المجتمع الدولي، يحاول استخدام موضوع اللاجئين. هذا الموضوع هذا الموضوع الثاني يحاول التهويل به من خلال أرقام الكبيرة التي يبثها عن المهجرين. هناك دعوات طبعا من الفصائل الإرهابية أو خطة من الفصائل الإرهابية لحشد المدنيين على الحدود التركية يعني إثارة المجتمع الدولي والدول. طيب لو لو أسألك سؤال أستاذ سلمان، إن كنت تسمعني. طيب لو كنت تسمعني أستاذ سلمان، يعني أنا فهمت من حديث حضرتك بأن تركيا الآن هي مجبرة في هذه المعطيات التي نشبت من خلال عجلة الميدان، وأنها تنصلت من موضوع تنفيذ ما يطلب منها بمسألة جبهة النصرة والتنظيمات الإرهابية الأخرى. لو سألتك في ظل التطور الميداني الحاصل وعلى وجه الخصوص استهداف الطائرات الروسية لمحيط هذه الأرتال والتعزيزات التركية، هل هذه النذر مواجهة مباشرة بين كل من دمشق وأنقرة بالإضافة إلى الروس من خلال سلاح الجو أم ماذا؟ نستطيع أن نقول أنه منذ الأمس تقريبا هناك اشتباك مباشر مع الأتراك، غير التصعيد السياسي يعني المتبادل، غير التشنج الواضح او التوتر الواضح في العلاقه بين روسيا وتركيا نتيجه العمليه، لكن ايضا هناك اشتباك شبه مباشر عندما تزج تركيا بقطعان التركستان الذين ياتمرون بامرها تديرهم غرف عملياتها، يشرف عليهم الضباط الاتراك، تسلحهم هي التي استخدمتهم، تزجهم في معركة حلب في الأمس بهذه الضخامة وبهذه الكثافة وبهذه الاستعدادات وبهذا التسليح الكبير. هو اشتراك مباشر للأتراك في هذه العملية لمحاولة إيقاف هذه العملية أو إفشالها. لكن أعتقد أن كل هذا التهويل من أردوغان، كل هذا التصعيد لن يؤدي إلى أي نتيجة. الجيش السوري مستمر في عمليته إذا لم يتم تنفيذ التفاهمات التي وقع عليها أردوغان وتعهد بها. هذه العملية، إبقاء الوضع في إدلب، تكريس أمر واقع في إدلب، شبه احتلال تركي لإدلب عن طريق وغير إدلب، يعني بعض مناطق حماة وبعض مناطق حلب، تكريس الأمر الواقع، فرض السيطرة من قبل الأتراك عن طريق هذه القطعان الإرهابية التي تديرها المخابرات التركية وغير مرفوض ولن يسمح به. وكان هناك تصريحات سورية وروسية بأن أبقاء الوضع كما هو مستحيل، أبقاء هذه المجموعات الإرهابية غير ممكن، لابد من تنفيذ التفاهمات التي حصلت، لابد من إنهاء هذا الوضع الشاذ في محافظة إدلب وعودة إدلب إلى الوطن السوري سواء بعملية سياسية. بالتأكيد سوريا أعطت أكثر من فرصة وروسيا أعطت أكثر من فرصة لأردوغان، وكنا نتمنى جميعا أن لا يكون هناك عملية عسكرية في إدلب وأن تتم عودة إدلب ضمن عملية سياسية، تجنبا خاصة الموضوع الأهم هو حماية المدنيين وعدم وقوع أي عملية تهجير للمدنيين وعدم أزال المدنيين في هذه المنطقة. طيب في ظل هذه المعطيات أستاذ سلمان، هناك هذه التعزيزات التركية الضخمة التابعة لجيش الاحتلال التركي، وتحدثت عن منطقة عسكرية بالأوتوستراد الواصل بين حلب ودمشق، هل بدأت بالفعل حرب الأوتوسترادات التي كان يتم الحديث والترويج عنها منذ فترة أستاذ سلمان؟ أعتقد أننا أمام مرحلة تصعيد جديدة. خلال الساعات القادمة سيكون هناك مزيد من التصعيد، ستحاول تركيا استخدام يعني كل الوسائل السياسية والعسكرية على الأرض وكل الوسائل الممكنة لإيقاف هذه العملية، لأن هذه العملية إذا استمرت وإذا نجحت ونأمل أن تستمر وتنجح ستؤدي إلى نزع هذه الورقة الهامة جداً
وانهاء هذا الوضع وضرب يعني الاحلام التركيه والمخططات التركيه لابقاء هذه المنطقه خارج السيطره الوطنيه السوريه ولتحقيق اطماع التي اصبحت معلنه. هناك محاوله من تركيا لتكريس امر واقع ثابت والى مدى طويل في هذه المنطقه. سمعنا منذ عدة أيام تصريحات بأن أردوغان يعمل، قال أنه يعمل مع الروس على إقامة منطقة آمنة تشبه المنطقة الآمنة التي يريد أقامها شرق الفرات. المنطقة الآمنة يعني يبقى هذه المنطقة إلى ما شاء الله. يعني حضرتك عرجت أستاذ سلمان، يعني وكأن هناك تخاطر بالأفكار بيني وبين حضرتك، يعني حضرتك عرجت على نقطة في غاية الأهمية. كنت محضر لك سؤال حقيقة، يعني هناك من يقول بأن كل ما يحدث هو بتنسيق دقيق جدا يتم بين الروس والأتراك، وهذه التعزيزات هي كلها بمجملها لعمل عسكري وعدوان جديد تركي يقوم به من خلال الذهاب باتجاه مناطق شمال وشرق سوريا بضوء أخضر مبطن أو صريح من قبل الروس. تفضل أستاذ سلمان. كان هناك تحليلات يعني تعطي هذه الصورة تماما التي تفضلت بها. قيل بأن هناك نوع من المقايضة، قيل بأن ما يجري هو ضمن مخطط متفق عليه، لكن ما حدث يعني خلال الأيام القليل الماضي، شراسة المعارك، حجم التسليح التركي لهذه التنظيمات وزجها في هذه المعركة يعني يكذب ذلك. ما يجري هو عملية عسكرية، حرب حقيقية تجري الآن وخاصة منذ يومين، حرب حقيقية، وقلت بأنها تشارك تركيا فعليا في هذه الحرب. هذا ينفي أن يكون ما يجري هو اتفاق أو تنفيذ اتفاق تركي روسي على الأرض. ما يجري معركة حقيقية تجري. تركيا لا تريد يعني الإفاء بأي التزامات لها، لا تريد تغيير الأمر الواقع، تريد إبقاء هذه المنطقة خارج السيطرة السورية، ربما مقدمة لتكريس أمر واقع وضمها فيما بعد إلى تركيا. ما يجري هو حرب حقيقية فعلا. الجيش السوري يقوم بواجبه بإعادة بتطهير هذه المنطقة من الإرهابيين وإعادتها إلى حضن الوطن، تخليص يعني مئات الألوف إن لم نقل ملايين من أهلنا في هذه المنطقة. هم رهائن بيد أردوغان وبيد المجموعات الإرهابية. يمكن إبقاء مئات الألوف من السوريين رهائن بيد أردوغان وهذه المجموعات الإرهابية من تركستان وغيرها. نعم، أعود إليك ضيفي من أدلب الأستاذ عبد الكريم العمر. لا أعلم إن كنت سمعت إلى ما دار بيني وبين أستاذ سلمان من حديث، ولكن في ظل هذه الأحداث مجملا من خلال استهداف الروس للأرتال، محيط الأرتال العسكرية التركية، هل هي كإعلان دعنا نقول موت مسار أسيتانا وسوتشي، أم ماذا؟ هناك تفاهمات أخرى وصفقة أخرى قد يقول البعض أستاذ عبد الكريم. قد تحصل هناك تفاهمات جديدة تطرح لك الدخول التركي أو الانتشار التركي الواسع في سراقب، جنوب سراقب، على أطرافها، شمالها وجنوبها. يبدو أن هناك فعليا يعني ترتيبات جديدة قد تحصل. ترتيبات بلغة الميدان أو بخصوص وضع أدلب، ترتيبات بلغة الميدان، أم هناك تفاهمات أستاذ عبد الكريم؟ نعم، ربما تحصل تفاهمات جديدة أيضا. ما يدور من حديث ما دار أو ما نشر منذ حوالي أكثر من ساعة على أن تركيا تريد فعليا إقامة منطقة عسكرية على طريق M5 بين سراقب وصولا إلى حلب. يبدو أن هناك شيئا يعني غامضا حتى اللحظة، قد تكشف الأيام أو الساعات المقبلة يعني ما يدور فعليا. أيضا النظام السوري الذي كثف اليوم من قصفه على مناطق المدنيين من سراقب وصولا إلى أريحة، إلى بدات ريف إدلب، الريف مدينة إدلب طبعا، من سرمين ونيرب سرمين وهذه المناطق. طيب أستاذ عبد الكريم، لو سألتك في مجمل أوضاع الميدان الآن، ماذا عن مصير الفصائل المسلحة الموالية لأنقرة في تلك المناطق؟ نعم، هذه الفصائل تقدم ما لديها يعني من إمكانيات متواضعة وبسيطة في مواجهة نظام فاشي ومستبد وقاتل، ومواجهة الاحتلال الروسي الذي يستخدم يعني
شتى أنواع الأسلحة في إبادة وتدمير المدن وتهجير السكان. الإمكانيات والبسيط يعني لدى الموجودة لدى الفصائل إمكانيات جدا بسيطة ومتواضعة، هي موجودة أيضا في داخل سراقب وعلى منتشرة على مختلف الجبهات التي يتواجد فيها النظام السوري. طيب أستاذ سلمان، بعد استماعنا إلى الأستاذ عبد الكريم العمر، هل من الممكن بمكان أن تقبل روسيا ودمشق هذه التعزيزات التركية ودخولها إلى الأراضي السورية وإقامة منطقة عسكرية في تلك المنطقة أستاذ سلمان شبيب أم ماذا؟ بالتأكيد لن تقبل. ما سيقوم به أردوغان هو محاولة لتحسين شروط يعني دفع إلى عودة مرة أخرى إلى تفاهمات جديدة يأمل أردوغان بالوصول إليها. أنا أستطيع أن أجزم بأنه لن يكون هناك تفاهمات قبل إعادة فتح الطريق بين حلب وحماة. هذا القرار متخذ، الطريق يجب أن يفتح، المجموعات الإرهابية يجب أن تبتعد عن هذا الطريق. هذه المجموعات الإرهابية ليس كما يقول ضيفك، هي مسلحة بأحدث أنواع الأسلحة، ليست لا تملك إلا إمكانيات بسيطة. قام أردوغان بتسليحها بأحدث أنواع الأسلحة من مضادات للدروع إلى غيرها، وهي تملك إمكانيات عسكرية كبيرة، ونرى حجم المواجهة وشراسة الحرب التي تدور الآن بين هذه المجموعات والجيش السوري الوطني الذي يحاول إعادة هذه الأرض إلى حضن الوطن وتطهيرها من هذه المجموعات. الجيش السوري يقوم بواجبه الآن، هو متواجد على أرضه، هو يحرر الأرض، هو يقوم بواجبه، وليس جيش دخيل كأردوغان وليس دخيل كتركستان وبقية المجموعات الإرهابية التي استخدمتها تركيا إذا هذه المنطقة. الجيش السوري هو صاحب الأرض الحقيقية، وهو المعني بإعادة هذه الأرض، وهو المعني بحماية المدنيين، لأن هؤلاء المدنيين أهلهم، كثير من الشهداء الذين سقطوا خلال اليومين الماضيين هم من أهل هذه المنطقة، هم من سراقب ومعرض النعمان وغيرها. الجيش السوري الوطني مكون من كل مناطق سوريا وهو يقوم بواجبه، وبالتأكيد سينجح في فتح هذا الطريق، وكل ما يحاول يقوم به أردوغان لن ينجح في عرقلة هذه العملية أو في نعم. أستاذ سلمان، حقيقة أنا فقدت الاتصال مرة أخرى مع ضيفي من إدلب أستاذ عبد الكريم، وطامع برحابة صدرك حتى نكمل هذا المحور سوية أستاذ سلمان. الآن لو سألتك عن مصير نقاط المراقبة التركية في تلك المناطق، ما هو مصيرها برأيكم؟ هل سيكون هناك تدخل روسي بضمانة روسية لإيجاد مخرج ما لهذه النقاط أم ماذا؟ بالتأكيد نحن لا يعني لا سوريا تريد فتح معركة مع تركيا، ورأينا أن الجيش السوري تجنب هذه المناطق، وتركيا تحاولت عرقلة العملية من خلال إقامة هذه النقاط المراقبة، أقامت نقاط جديدة غير متفق عليها خلال اليومين الماضيين، تحاول إقامة نقاط حول سراقب أو مقربة من سراقب لعرقلة تقدم الجيش السوري باتجاه سراقب. نأمل أن يكون هناك مخرج لهذه، وأن لا يحدث صدام. بالتأكيد نحن لا نريد صدام عسكري لا مع تركيا ولا مع غيرها. الاحتلال التركي هو المتواجد على الأرض السورية بطريقة غير شرعية وغير قانونية، لم يدعوه أحد من الحكومة السورية أو من الشعب السوري للدخول إلى هذه المناطق، هو جاء لحماية هذه المجموعات الإرهابية. هناك نقاط مراقبة أقيمت بالاتفاق مع الروس، لكن هذه النقاط تحولت إلى غير الهدف الذي أقيمت من أجله. أقيمت هذه النقاط مقدمة لفتح الطرق الدولية، نرى أن هذه النقاط الآن هي التي تعرقل أو تحاول عرقل فتح الطرق الدولية. إذن هذه النقاط أصبحت تستخدم لغير الهدف أو غير الاتفاق الذي أقيمت بموجبه في هذه المناطق. على ذكر أستاذ سلمان، على ذكر الاتفاقات، هناك من يقول بأن كل ما يحدث هو سيناريو مرسوم منذ عام 2015، دخلت دمشق وأنقرة في حالة تفاوضية، وكل ما يحدث الآن هو تنفيذ لكل ما تم الاتفاق عليه. لماذا لم يكن إذا كان ذلك تنفيذ هذه الاتفاقات بدون هذه العملية العسكرية الكبيرة وبدون هذا الصدام العسكري وبدون هذه هؤلاء الشهداء الذين يسقطون على الأرض وبدون يعني بعض التهجير الذي يحدث للمدنيين؟ نحن لا ننكر أن هناك تهجير يحدث لبعض المدنيين، لكن هناك تهويل كبير بالأرقام
مقدمة لمحاولة استخدام هذا الموضوع الإنساني الذي يخص أهلنا في هذه المناطق في موضوع البازار السياسي. أنا أصبحت أستبعد أن يكون هناك أي سيناريو متفق عليه بعد شراسة هذه المعارك وبعد ضج أردوغان بهذه التعزيزات العسكرية وبعد التسليح الكبير الذي قدمه للمجموعات الإرهابية. وسمعنا أن أردوغان والحكومة التركية وزير الخارجية قد طلب منها من هذه المجموعات القتال وطلب منها أن تدافع عن نفسها. وهناك معلومات مؤكدة بأن تم تزويدها بأحدث أنواع الأسلحة خلال الفترة السابقة. نعم، سؤال أخير أنهي معك هذا المحور، ما هو رهان دمشق من وراء عملياتها العسكرية في إدلب وما خلفيات السياء التركي من سير العمل وفق إطار أستانا؟ أنا أستبعد أن يكون إنهاء هذا الوضع في إدلب بعملية واحدة متواصلة. أعتقد أن الوضع في إدلب من التعقيد ومن الصعوبة بمكان ليجعل هذه العملية تكون على مراحل. أعتقد أن المرحلة الآن هي مرحلة فتح الطرق الدولية وأبعاد خطر المجموعات الإرهابية التي تستهدف حلب عن حلب. نسمع خلال يعني الفترة الشهور السابقة كل يوم تقريبا هناك استهداف لأحياء حلب للمدنيين في حلب من قبل هذه المجموعات الإرهابية. المرحلة الآن تهدف إلى أبعاد خطر هذه المجموعات عن مدينة حلب وفتح الطرق الدولية الذي اتفق ووافق أردوغان ووافقت تركيا على أن تفتح من قبل عام وأربعة أشهر ولم تقم بذلك. وبالتالي أعتقد أن الوضع في إدلب سيتم إنهاؤه على عدة مراحل. ربما تكون هناك عملية عسكرية الآن فيما بعد يكون هناك عملية سياسية كما نأمل. لا أنا ولا الحكومة السورية ولا أحد يتمنى أن تكون إنهاء الوضع بعملية عسكرية. سيكون لها بعض الضحايا بالتأكيد من المدنيين. نتمنى أن ينتهي هذا الوضع بعملية سياسية. وأعتقد أنه سيكون هناك يعني مراحل لإنهاء الوضع في إدلب، ربما بعضها عسكري بعضها أمني بعضها سياسي وربما أخذت بعض الوقت. ليس مهم، المهم أن يتم إعادة هذه المنطقة وتحرير مئات الألوف من السوريين من قبضة هذه المجموعات الإرهابية. نعم، ضيفي من دمشق أستاذ سلمان شبيب رئيس حزب سوري، أولا شكرا جزيلا لك على كل كلام القيم الذي غنيت به المحور وعلى رحابة صدرك أيضا، كما شكر موصول لضيفي من أدلب أستاذ عبد الكريم العمر ناشط سياسي.